رمضان إذا قرناه بالسنوات الماضية هو أحسن من ناحية الوفرة ومن ناحية الأسعار، باستثناء كلكم تعرفوا يعني في بداية شهر رمضان كانت مادتين أو ثلاثة شهدت عليها المضاربة، لكن تدخلنا في الأسواق رجعت الأمور إلى نصابها. وأيضا باستثناء شعبة اللحوم، يعني مع الأسف الشديد هذه الظاهرة ليست هذه السنة، لسنوات وسنوات وسنوات مع الأسف الشديد المواطن لا يستطيع أن يستهلك اللحم، ليس في 2020 بل في كل السنوات اللي مضت، وهذه إن صح التعبير المعضلة تعود كل سنة. احنا كنا نأمل هذه السنة أن يكون فيه تفاهم، لكن مع الأسف الشديد ما فيش تفاهم، لذلك يقع العيب الآن على وزارة التجارة بعد ما ينتهي رمضان أن تعيد النظر في كثير من الأشياء، وهذا ما سميناه بأخلقت العمل التجاري. ومن أجل ذلك أنشأنا لجنة وزارية مشكلة من إطارات وزارة التجارة وبعض إطارات الوزارات التي لها علاقة، سنقوم بتأطير الأسواق بشكل رسمي ونهائي باش أيضا نحوذ الفوضى سواء في سوق اللحم أو في سوق الخضر أو الأسواق الأخرى. لابد يعرف المشاهد بأن قضية اللحوم سواء عملية الاستيراد ليست وزارة التجارة التي تستورد اللحوم بل وزارة أخرى، والموالين لا يخضعون إلى سلطة وزير التجارة بل يخضعون إلى سلطة وزارة أخرى. نحن تدخلنا في هذا الجانب عندما تحدثنا لأول مرة ونددنا على عملية استيراد اللحوم، قلنا من غير المنطق والمعقول أن الحكومة الجزائرية تستورد اللحوم ونحن ما يقال أن عندنا 28 مليون رأس. وقلت صريح العبارة بأن إذا اللحم يكفي من 28 مليون لا داعي لعملية الاستيراد، لأن في سنة 2019 استوردنا أكثر من 213 مليون دولار، وهذا رقم مخيف كبير، يعني من غير المنطق أنك تقول عندي 28 مليون رأس ومنها راك تزيد تستورد، يعني في خلل، إما الأرقام غير صحيحة وإما لسنا لا نستطيع أن نضبط السوق بشكل جيد. عندما تكلمت عن المنوال قلت إذا كنا مضطرين أن نستورد أعتقد أن نستورد من دول الجوار أحسن. قامت الدنيا عليا وهم الذين قالوا سعر اللحم 800 دينار، اتفقنا اتفاق على أن يكون السعر توافقي، سعر معقول، سعر مناسب لا يضرهم ولا يضر المستهلك، وكانت فيه ندوة صحفية وقمنا بذلك. لكن مع الأسف الشديد واش لاحظناه أن في رمضان ما تم الاتفاق عليه لم يتحقق. وزارة التجارة اتخذت التدابير إن شاء الله بعد رمضان راهي كاين كما قلت لك لجنة وزارية، لجنة على مستوى وزارتي ستقوم بأخلقة العمل التجاري في جميع جوانبه. ونعهد الشعب الجزائري بأن هذه الفوضى الموجودة الآن في الأسواق سواء سوق اللحم وسوق الخضر أو السوق الأخرى سنقضي عليها إن شاء الله في الفترة هذه تاع الأربعة أو الخمس سنوات تاع برنامج الحكومة. احنا وزارة التجارة حصلنا 18 ولاية ليس ولاية واحدة، يعني عندنا 18 ولاية تشهد تذبذب ومشاكل في توزيع الحليب، لأن عندما قمنا بكل ما تعرفوه في هذه قضية الحليب وجدنا بأن أكبر عائق في توزيع الحليب هي الكارتوغرافي، خريطة توزيع الغبرة على له من غير المنطق. ولاية كما ولاية أغواط عندها زوج من البنات مغلوقين ما يعطوهمش البودرة، ويطلبوا من السكان تاع الأغواط يروح يجيبوا الحليب هذا من الجلفة ويجيبوه من تيارت ولا مش عارف وين. من غير المعقول الآن عندنا 117 ملبنة وعندنا 92 ملبنة موجودة كاملة جاهزة تنتظر الضوء الأخضر، واش يتسنى الديوان واش يتسنى باش يعاود يراجع قضية الكارتوغرافية. نحن قدمنا مقترحاتنا وهي استقلالية الولايات فيما يتعلق بإنتاج الحليب. أعتبرهم يعني آلية وأداة في يد الوزارة لمساعدتها في اتخاذ القرار الصائب من أجل تحسين الأسواق ومن أجل تحسين سيرورة العملية الاستهلاكية.
ما نكذبش عليك، يعني نحن نتشرف بعملهم. في بعض الأحيان يمكن تصلك معلومة، ونقولها بكل صراحة، وصلتنا كثير من المعلومات من هذه الجمعيات، واتخذنا قرار، وكان في حجز يعني منتوجات كبيرة جدا، لأنهم راهم في الميدان. حتى وإن عندنا فرق الرقابة ومشكورين على أداء وظيفتهم، لكن ما يقدرش يكون في كل مكان. بالعكس، نحن نعتبر جمعيات حماية المستهلك، واللي هي تشتغل معنا دائما، يعني في رمضان تكون معنا في التحضير، في قضية التوعية تكون معنا. يعني لحد الآن منذ أن نصبت تلاقيت بهم يمكن واحد 10 مرات، يعني باش بيلك في 4 شهور تتلاقى بهم بهذا الحجم. يعني هذا دليل على أهميتهم، ودليل على مكانتهم عندنا في وزارتنا.